هذه رسالة بعث بها أحد المستمعين، صدرها بقوله: أرجو من فضيلتكم أن تسمحوا لي، أثابكم الله، بأن أطيل قليلا في سرد بعض الموضوعات التي تؤرقني، وآمل في أن أنهل من عبق فتاواكم ما يريح صدري وينير دربي ويهديني إلى الصواب. ولدي عدة استفسارات. أولا، والدة زوجتي ووالدها لديهم من التصرفات ما أراها أمورا عجيبة وغريبة لم أعهدها في حياتي. وعلى سبيل المثال للحصر، عدم الاهتمام ببناتهم زوجتي وأخواتها بصورة ملفتة للنظر، فلديهم 4 بنات متزوجات وجميعهم لهم أطفال، وواحدة من هؤلاء البنات تسكن معهم في العمارة نفسها، ولكنهم لا يودون ابنتهم هذه ولا يقومون بزيارتها في شقتها ولا يسألون عن حالتها، على الرغم من أنهم يعلمون بأن زوجها يمر بظروف سيئة، وقد لا يجدون ما يقتاتونه في اليوم، وقد ينامون في بعض الأحيان جياعا، وعلى الرغم من أن ابنتهم هذه تعودت في كل صباح أن تذهب لهم وتسلم عليهم وتتفقدهم، إلا أن والديها لا يزورانها ولا يتفقدانها، علما بأنهما يقومان بصفة مستمرة بزيارة ابنتهم المفضلة التي تسكن بعيدة عنهم، ويمضي معها الأيام والأيام، ويصرفان عليها وعلى زوجها ما يحتاجونه من مصاريف، على الرغم من أن زوجها يعمل ويسكن في سكن عالي المستوى. هذه قضية شخصية. على كل حال، هذه دعوة يقولها السائل، ولكن لا ندري ما الملابسات لهذه القصة والأسباب. ربما يكون للوالدين عذر في تعاملهم مع هذه البنت لأنها تسيء إليهم أو لأنها أغضبتهم، قد يكون هذا. فإن كان ما ذكره السائل صحيحا ولا ليس له سبب من قبل البنت، فلا شك أن هذا خطأ وقطيعة للرحم، ولا يجوز لهم ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحيف مع بعض الأولاد دون بعض، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب على الوالدين العدل بين الأولاد، لكن ربما يكون هناك سبب من قبل الولد يحمل الوالدين على معاملته مثل ما ذكره السائل. فعلى البنت أن تتفقد نفسها وأن تطلب المسامحة من والديها إذا كانت أخطأت في حقهم، وعلى الوالدين إذا لم يكن هناك سبب من قبل البنت أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يحسن المعاملة مع بناتهم بالعدل والإحسان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا كانت البنت تزورهم باستمرار، هل يجب على الوالدين أن يردوا الزيارة أم تكفي زيارة البنت لوالديها؟ هذا واجب على البنت، واجب على البنت أنها تزور والديها. طيب، فإن زارها والداها أو أحدهما فهذا من الإحسان أيضا. طيب، لكن الواجب على البنت. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لأنهم لا يزورونه ولا يزورون زوجته، إذا قاطعهم هل يكون مخطئ ويكون قاطعا للرحم، أم أنه لا بد من زيارتهم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم، إذا ترك زيارتهم يكون قاطعا للرحم، وصلة الرحم لا تتوقف على أن يكون الرحم محسنا إلى واصله، إن هذا يكون من باب المكافأة، يعني لا تصل إلا من وصلك وأحسن إليك، هذه ليست من الصلة وإنما هي من المكافأة، إنما الواصل هو الذي يصل رحمه وإن قطعوه، كما في الحديث: ليس الواصل بالمكافأة ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. مع أن القاعدة الشرعية التي ذكرها الله في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، هذا مع عموم الناس ومع الأقارب من باب أولى. نعم.